السلام عليكم، مرحبا بكم. هنا في هذا الامتحان هذا اللي غنصحوه امتحان جهوي، اظن لجهة فاس مكناس لسنة 2018. هنا عندنا واحد الدالة فيها ln x ودالة اخرى فيها واحد على x، دونك مجموع دالتين. دائما السؤال الاول اللي كيتطرح، الا ما عطاوكش فين المعرفة راه كيطلبوا منك تحديد مجموعة التعريف اللي هي دي دو اف. مجموعة التعريف هي واحد، اشنا هما الاعداد اللي ما خصناش نعطيهم، اشنا هما الاعداد اللي ما خصناش نعطيهم الاكس باش ما يكونش عندنا مثلا صفر في المقام، ولا يكون عندنا جدار مربع عدد سالب، ولا مثلا ln يكون عدد سالب. يعني باش نزيد نوضح اكثر، لان كاين الناس اللي مازال عندهم مشاكل في هذا الشيء. يتقدر مثلا ما نقدروش نكتبوا واحد على صفر، هذا غير ممكن. يعني الا كان عندي اكس في المقام خص اكس يكون يخالف صفر. الا عندنا مثلا جدار مربع ديال اكس ما نقدرش مثلا نقول جدار مربع ناقص 5، غير ممكن. دونك يعني اكس ما خصوش يكون سالب. الا عندنا مثلا الان ديال ناقص 3 حتى هو غير ممكن، لان كنحسبوا الان ديال الصفر على اليمين الفوق، يعني حتى الصفر ما خصوش يكون هنا. هذاك الشيء علاش ملي كيكون عندنا مثلا الان كنقولوا بان داك الشيء الداخل ديال الان خصو يكون موجب قطعا. ملي كيكون عندنا المقام خصو يكون يخالف الصفر، وملي كيكون عندنا الجدار المربع خصو يكون ما يكونش يكون عدد موجب. دونك هذا الشيء اللي عندنا. كنشوف دائما الداله اللي عندي هنا شنو عندنا. عندنا المقام وعندنا الان، دونك اللي في المقام ما خصوش يساوي صفر، واللي في الانان ما خصوش يكون سالب قطعا. ولكن هاد اكس هذا هو هاد اكس، يعني خصو ياخذ نفس القيم. ماشي مثلا هنا غنقولوا يكون اكس موجب وهنا واحد، اكس اللي عندنا القيم اللي خصو ياخذهم ياخذهم في كل شيء. اولا اكس ينتمي الى دي دو اف، دونك هادي ديما كنديروها باش يكون اكس مجموعة التعريف. خصو يكون هنا عندنا المقام خصو يكون اكس يخالف الصفر، يخالف كنكتبوها هكا، ويكون هاد هنا الداخل ديال الايرين يكون موجب قطعا، و اكس اكبر قطعا من الصفر. اشنو كيعني ان اكس يخالف الصفر ويكون اكبر من الصفر؟ يعني اش يعني صفر على اليمين الفوق ما خصوش يساوي صفر؟ يعني دي دو اف تساوي صفر، دونك مجال مفتوح عندنا صفر ما داخلش، زائد ما لا نهايه. وزائد ما لا نهايه راه ديما كنديرو مفتوح هي ناقص ما لا نهايه. ب احسب اف لواحد. طب هذا دائما كنقول الاسئله اللي في متناول الجميع، لان كاينين الناس اللي كيفقدوا الامل، وحنا ما هادشي الشيء ما بغيناش، ما بغيناش حتى واحد يفقد الامل. يعني دائما الامل كاين. هنا اف لواحد غنمشي نحيد اكس ونبدلو بواحد. هنا غنبدل اكس بواحد، هي واحد على واحد، زائد الان هنا عاوتاني عندي اكس غنبدلو بواحد، تساوي واحد على واحد هي واحد، زائد ln واحد هي صفر حسب الخاصية. واحد زائد صفر تساوي واحد، يعني أن f لواحد تساوي واحد. ثم لا ليميت ديال f ل x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية، أش كتساوي؟ نحسبوا لا ليميت ديال هادي ولا ليميت ديال هادي. عندنا لا ليميت، بما ان لا ليميت ديال ln x عند زائد ما لا نهايه تساوي، اش كتساوي حسب الخاصيه؟ هي زائد ما لا نهايه، هي زائد ما لا نهايه. و لا ليميت ديال واحد على x عندما يؤول x الى زائد ما لا نهايه. هنا اي عدد كنقسموه على الانفيني، الا خدينا مثلا واحد، حطينا واحد خبزه قسمناها مثلا على 100 مليون واحد، شحال غيجي لهم من واحد؟ ما غيجيهم والو، يعني كيقربوا باش ما يشدوا حتى حاجه، قريبه للصفر. يعني اي عدد كتقسمو على ما لا نهايه كيعطينا صفر. دونك هادي عقلوا عليها، تساوي صفر. فان دونك هادي كتساوي بليس لانفيني، وهادي صفر. بليس لانفيني زائد صفر هي بليس لانفيني. فان لا ليميت ديال اف لي اكس عند زائد ما لا نهايه صفر، هي زائد ما لا نهايه عفوا. ثم السؤال الثاني غنحسبوا المشتقة. هنا عطاونا اف بريم لي اكس، كيسهلوا علينا ملي كيقول لك بين ان، كيسهلوا عليك. ماشي بحال قال لك احسب، ملي كيقول لك احسب كتخرج لك انت واحد النتيجه ما عرفتي واش صحيحه ولا خطأ. اما الا قال لك بين، بحال قال لك ها هي النتيجه، غير جبدها انت، جبد في الاخر خرج لك واحد ناقص اكس على اكس وسيدنا. هنا اف بريم لي اكس نديرو المشتقة ديال واحد على اكس. ملي كنشوف واحد على اكس كنتفكر الاشتقاق ديال اي على في، ضروري نضبطو القواعد ديال الاشتقاق.
يو على في هنا يو على في قلنا المشتقه ديال يو على في شناهي كنديروا المشتقه هذه اللي الفوق وكنخليو هذه اللي لتحت ناقص وكنديروا العكس كنخليو هذيك اللي الفوق وكنديروا المشتقه هذيك اللي لتحت ولتحت ما كنديروا ليها شي حاجه غير في هذيك كنديروا اوسي 2 فقط هادشي اللي غنستعمل هنا دابا باش ندير المشتقه ديال واحد على اكس بوحده اشنو غادي تساوي دونك هي واحد على اكس بريم زائد المشتقه ديال ال ان اكس مازال ما درتش لي شيخه ملي كندير بريم يعني راه مازال ما درتش لي شيخه المشتقه ديال هادي قلنا غنستعملو اي فوا بي غنديرو لي شيخه الواحد غيعطينا صفر وغنخليو اكس ناقص العكس عاوتاني غنخلي واحد وغندير الاشتقاق الاكس هي مشتقه ديال اكس هي واحد على هذا اللي لتحت اوسي 2 زائد المشتقه ديال ال ان اكس قلنا في الدرس هي واحد على اكس تساوي وكنبسط خصني ندير نفس المقام يعني ما يكونش عندي هاد جوج الاعداد هنا عندي صفر في اكس هي صفر ناقص واحد في واحد هي ناقص واحد على اكس اوسي 2 زائد واحد على اكس هنا باش يكون عندي نفس المقام عندي هنا اكس اوسي 2 هنا خصني يكون عندي اكس اوسي 2 يعني خصني نضرب في اكس غنضرب هنا في اكس وغنضرب الفوق في اكس اي حاجه كنديرها لتحت كنديرها الفوق يساوي دابا عندي نفس المقام اكس اوسي 2 ناقص واحد زائد واحد في اكس هي اكس وهذا هو المطلوب راه غير قلبنا نقدر نبدل يساوي غنسبق هذه اكس ناقص واحد على اكس اوسي 2 وهذا هو المطلوب ثم السؤال الثاني باء نستنتج ان اف تزايد قطعا على واحد دونك هذا عطونا المجال يعني واحد للفوق حنا كنعرفوا بان الداله كتكون تزايديه الا كانت اف بريم موجبه دونك خصنا نلقاو اف بريم تكون موجبه يعني اشنو ان المقام عدد كسري باش يكون موجب خص يكون البسط والمقام لا هما نفس الاشاره اما بيكونوا بجوجهم موجبين ولا يكونوا بجوجهم سالبين هنا اكس اوسي 2 موجب يعني حتى الفوق خصنا نلقاوه موجب غير هو ما نجيش هنا ممكن نقول لدينا اكس اوسي 2 اكبر من الصفر هادي واضحه يعني ما فيها ما نبينو هاد اكس ناقص واحد خصنا نشوفو علاش غتكون اكبر من صفر علاش هنا عندنا المجال واحد للفوق يعني اكس كبر من واحد ولدينا اكس اكبر من واحد الا جبنا هاد واحد لهنا باش يولي عندي هنا يعني اكس ناقص واحد اكبر من الصفر اذا اف بريم دي اكس اكبر من الصفر دونك هنا حيت ان المجال مغلق ولكن ماشي شي امور اللي هما نتوما مهمه لكم هنا اف بريم دي اكس كبر من الصفر وبالتالي اف تزايدية على المجال واحد زائد ما لا نهاية دونك اف تزايدية بدون اي حساب قارن اف ل 1.5 هي الصورة ديال 1.5 والصورة ديال 1.6 دونك بلا ما نديرو حتى شي حساب شكون في نظركم اللي غيكون اكبر منها يعني ما نقدروش مثلا نحسبو نمشيو شنو قالوا لك ما تمشيش تحسب مثلا اف ل 1.5 شحال غتعطيك وتمشي تحسب اف ل 1.6 الصور ديالهم عاد تقارنهم شكون اللي كبر منهم يعني علاش هذا كيكون كبير وغتقول علاش غيكون كبير بلا ما نحسب هنا سهله اشنو غنديرو هادو اللي لداخل شكون اللي كبير فيهم 1.6 ولا 1.5 1.6 اكبر من 1.5 دونك لدينا 1.6 اكبر من 1.5 وبما ان اف تزايديه علاش غندير بما ان اف تزايديه ملي كتكون عندنا الداله التزايديه انتما ناخذ مثلا واحد المثال هنا عندي هاد الداله هادي تزايديه الا خديت 1.5 وخديت 1.6 حيت 1.6 اكبر من 1.5 الصوره ديالو غتكون في محور الاراتيب دونك غتكون اسقاط على محور الاراتيب اف ل 1.5 وهذا غتكون عنده الصوره هنا اف ل 1.6 شكون اللي كبير في هادو اف ل 1.6 اف ولا اف ل 1.5 دونك اف ل 1.6 اكبر من اف ل 1.5 اذا فان اف ل 1.6 اكبر من اف ل 1.5 انت ماشي مجبر باش دير هادشي ها باش نوضحو وندير لكم مثال اخر ملي كتكون تناقصيه الا كانت مثلا عندنا الداله